وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف البروفيسور فيصل الملا، أستاذ العلوم الرياضية في كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين. رحب فيك أستاذ فيصل، ولو تحدثنا يعني بمناسبة الاحتفال بيوم البحرين الرياضي، هذا ما يؤكد طبعا حرص القيادة في البلاد على إقامة مثل هذه الفعاليات، كيف تعلق على ذلك؟ شكرا جزيلا أخي الكريم، وتحية لكم ولجميع المشاهدين. دعني في البداية أن أؤكد حقيقة واحدة في الواقع، أن الاحتفالية بيوم البحرين الوطني بالواقع حاليا أضحى حدثا وطنيا، يعني يترجم الرؤية الثاقبة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي في الواقع أرسى دعائم التطور للرياضة البحرينية وأسس لأن يكون اليوم الرياضي والذي نعيش في الواقع أحداثه مع هذه الأجواء اللطيفة حدثا وطنيا بمعنى الكلمة، وفرصة لنشر مفاهيم الرياضة والحياة الصحية بين مختلف شرائح المجتمع. كما يعكس في الواقع اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع البحريني يساهم في تعزيز الجوانب البدني والصحية في المجتمع. وخير دليل في الواقع على ذلك أن خصص الواقع نص يوم عمل خلال هذه الاحتفالية يعني إفتاح الفرصة لجميع القطاعات سواء الأهلية أو الخاصة بالمشاركة بأكثر فعالية. كما في الواقع لا أنسى أن جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك العمان الثاني وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مدى سنوات مضت، والدعم والمساندة الذي يقدمه في الواقع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عبر الطرح المستمر للمبادرات الرامية للارتقاء بالمنظومة الرياضية، مما جعل من هذا اليوم في الواقع يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الرياضة كأسلوب حياة. نعم، البروفيسور فيصل الملا أستاذ العلوم الرياضية في كلية العلوم الصحية والرياضية بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.